في قرية الجعدة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة، يعمل المزارع محمد الجعيدي في زراعة البطيخ مع ابنه الطيب وأحفاده، ويتخذون من الزراعة مصدراً للرزق وإعالة أسرتهم المكونة من 22 فرداً. لكنه للعام الثاني على التوالي يشاهد ثمار البطيخ تتلف أمام عينيه جراء الحصار الخانق الذي تفرضه عليهم جماعة الحوثي. شوف الآن قدامك المزرعة كلها خربت علينا في البلاد، ما فيش يعني لها أسواق، وإحنا في حصار ما فيش يعني لنا أي منفذ، يعني لا حول ولا قوة لنا مثل شكل المزارعين مواطنين. شوف المزرعة قدامك كلها نثر في البلاد، زيادة عن 10,000 دب الذي موجودة في الزهب، والله زيادة عن 10,000، والذي أخذوها مننا والذي يعني كانها منثرة في البلاد. الطيب محمد الجعيدي يؤكد أن الوضع بات صعبا للغاية، وأنهم يتكبدون خسائر فادحة بسبب وقف التصدير إلى الأسواق المحلية والخارجية، مضيفا أنه اضطر لبيع محصوله الزراعي بأقل من ثلث قيمته الحقيقية بسبب الحرب والحصار الخانق. احنا ابناء مدينه ميدي نسدر من الحبهب ونسدر من جميع الخضروات، والان الحبهب حقنا مصدر رزقنا هو، يعني محاصرين احنا 2000 نسدره بيو، تشوف انا في قبل انا يكون انه خرب عندنا فيها نسدره. احنا كان نبيع بالملايين سنويا، نبيع بالملايين في الاسواق حقنا، ولا نحتاج ولا اي حاجه، الحمد لله من فضل ربي، عشان من فضل ربي من فضل المزارع حقنا. اليوم المزارع حقنا تلفت عندنا، نشتي اسواق، نشتي خطوط، نشتي اي حاجه، يشوفوا لنا حل، يشوفوا لنا الحل للبضائع حقنا، يشوفوا لنا حل للخضر حقنا. احنا فيها شنو نسوي؟ محاصر انت حقنا خرب عندنا، احنا نشوف نتفرج له فيها شنو نسدره. ليس المزارع الجعيدي وحده من خسر محصول مزرعته من البطيخ، فالعشرات من مزارعي البطيخ في المديرية التي تشتهر بخصوبة أرضها يعانون أيضا من خسارة محصولهم لهذا العام، ويحذرون من خطر استمرار منع تصدير منتجاتهم الزراعية المختلفة. أكثر من 4,000 أسرة تعيش في المناطق الحدودية بمحافظة حجة يعتمدون على الزراعة كمصدر أساس للعيش، حيث يعمل معظمهم في زراعة الخضروات والفواكه، لكنهم يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب تلف محاصيلهم الزراعية نتيجة الحصار المستمر من قبل جماعة الحوثي.